عليكم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي بخير؟ واحد البانينيات جداد ديال سيدنا رمضان، الله يجيبه في الصحة والسلامة. هذا بانيني، ها هويا ديال لاماكوم، الصح والعمال كاع حاج لاماكوم، الله يعمرها دار. هذا بانيني تسخني فيه، تديري فيه الحريشات، المهم راه معروف الاستعمالات ديال البانيني. هذا الثمن ديالو 240 درهم. وكاين هذا عاوتاني غرانيت من الداخل، ها هويا كرافت، هذا لامارك كرافت، راه هو معروف حتى هويا، كحل من الفوق وغرانيت من الداخل. هذا راه تشوي فيه قطبان، جنجلان، كاوكاو، جميع بحال بحال في الاستعمالات. غير الانسان الا بغى يحافظ فيهم كيدير فيهم داك البابي ديال لا كويزين باش كيحافظ عليهم، وما يديرش لهم حاجه اللي كتحرق تجرح، ما يديرش لهم الحلفه ولا شي حاجه، غير الخل باش كيتمسح. هذا حتى هو الثمن ديالو 240 درهم. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، والله يجازي احسن الجزاء صاحبه القناه اللي كتخلينا نبيعو ونشريو من قلب ديورنا. والتليفون ديالي هو 06 31 73 40 30. وكاين هذا البانيني، هذا بانيني كبير، هذا تنسميه بانيني شوايه. هذا راه كيولي بلا، ها هي البوطون ديالها كتوركي عليه وكترجعيه بلا، كيولي مسرح، تتشوي فيه القطبان، كتشوي فيه لاداند، كتشوي فيه السردين، كديري فيه داك بابي كويسون باش ما كيتخسرش لك هنايا، كتغسليه غير بالخل، ما تديريش ليه حاجه حرشه. هذا راه غرانيت غريي، بانيني غريي، عندها تيغوا هذا باش لا درتي فيها شويه شويتي شي لحام ولا كفته ولا سردين، هنا كديري الماء باش داك ليدام كيهود هنايا، وكتحيديه وكتغسليها. تتشوي ديري فيها الجنجلان، ديري فيها كاوكاو، تشوي الفلفله، القرعه، ديري حريشات، يعني متعدد الاستعمالات. وديال سيدنا رمضان الله يجيبه بالصحه والسلامه، الثمن ديالو 430 درهم. كاينين هاد المقيلات هومايا، لا مارك ديال لاماكوم، ما كيلصقوا ما كيحرقوا، عندهم هاد هادو ديالهم بالسيليكون، هما هاد المقيلات باش تحافظي عليهم، ما ديرش لهم لا الحديد، ديري لهم اما العود ولا السيليكون. كاينه هاد الصغيره هادي ديال الثمن ديالها 80 درهم، هادي الثمن ديالها اللي كبر منها 100 درهم. وكاينين كاينه هادي راه غادي لونسومبل كيكبر، كاينه هادي 120 درهم وهادي 130 درهم، ديال تصوطي فيها الخضرات، تصوطي فيها اللحوميات، ديري فيها لاصوص، المقالي زوينين، حاجه لاماكوم دائما كنعاودو نكررها، حاجه زوينه. وكاينه هاد الحكاكه، الحكاكه ديال الخضره، تحكي فيها الخضرات، تحكي فيها اي حاجه زوينه، الثمن ديالها 80 درهم. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، والتليفون ديالي هو 06 31 73 40 30. وشكرا لك اختي صاحبه القناه.